لكل ولادي الحلوين، يلا بينا نصلي على نبينا سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هكلمكم على الناموسة اللي تعبانة ومجننانة طول فصل الصيف. صحيح هي حشرة صغيرة قد كده، لكن عليها قرصة بتوجعنا كلنا. وفضلت أفكر، هو ليه ربنا خلق الناموس؟ مش معقول عشان يقرصنا. وربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حاجة في الدنيا كده، كل حاجة وليها دور، حتى الحشرة الصغيرة دي ليها دور. وربنا ذكرها في القرآن الكريم، وجت في القرآن باسم البعوضة. أيوة، البعوضة هي الناموسة. تعال أقول لكم بقى إيه الدور اللي بتقوم بيه الناموسة. إنه لما بيقرصنا بينشط جهاز المناعة في جسم الإنسان. اتصدقوا إن مناعة جسمنا بتفضل نشطة لمدة أسبوع بعد القرصة؟ لكن في أنواع من الناموس لما بتقرص بتمتص دم الإنسان وبتنقل أمراض خطيرة جدا من شخص للتاني، زي الملاريا. في حاجة مهمة كمان بيقوم بها الناموس، بيقوم بدور مهم جدا في دورة الحياة على الأرض، بيساعد على التوازن البيئي. أيوة، عشان الضفدعة والعنكبوت بيتغذى على الناموس، ولو احنا موتنا الناموس كده هينقرض، والضفادع والعناكب مش هيلاقوا أكل ياكلوه، وده هيسبب خلل كبير في التوازن البيئي. طيب المفروض نعمل ايه عشان الناموس مش يقرصنا؟ تعالوا الأول نشوف شكل الناموسة وصفاتها ايه. الناموسة عندها 100 عين و48 سنة وست أرجل وجناحين وثلاث قلوب، وعندها حاسة شم قوية جدا، بتقدر تشم ريحة الإنسان من مسافة كبيرة جدا من خلال وجود غاز ثاني أكسيد الكربون اللي بنخرجه عند الزفير، وبتحرك جناحها من 300 ل 600 مرة في الثانية، عشان كده بنسمع الصوت المزعج بتاع الناموسة. وبتحس بحرارة جسم الإنسان وده بيجذبها جدا، عشان كده كل ما يبقى حرارة جسمكم عالية بتيجي الناموسة وتقرصكم. خلي بالكم الناموس بيحب يعيش في المستنقعات وبين الأشجار والحشائش. تعالوا بقى أقول لكم تعملوا إيه عشان الناموس مش يقرصكم. أول حاجة الاستحمام قبل النوم عشان جسمنا يبقى ريحته حلوة، عشان الناموس بيحب ريحة العرق. تاني حاجة نقعد في مكان فيه تكييف ومراوح عشان برودة جسمنا. تالت حاجة نزرع نبات الريحان والنعناع ونملى المكان كله بريحة اللافندر عشان ريحتهم حلوة والناموس ما بيحبش الريحة الحلوة. ابعتوا الفيديو لكل اصحابكم، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة من حدوتة جين.